بكم مشاهدينا من جديد، وكل عام وانتم بخير. عيد الاضحى يعود كل عام يذكرنا باهميه الفرح والسرور مهما كانت ظروف المعيشه قاسيه او حتى الازمات من حولنا، الا ان العيد يذكرنا بقيمه الضحكه والابتسامه. خلينا نستعرض هذا الموضوع اكثر مع الدكتور وليد الزهراني، استشاري طبي نفسي ومعالج اكلينيكي واسري. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، حياك الله. وكل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة ان شاء الله يا رب. دكتور، قبل ما نبدا يعني اجواء الفقرة، احنا هنا في الاستوديو كمان محتفلين ومزينين الاستوديو، نحب نشكر اول كولرز على هذا الديكوريشنز، وكمان مشاهدة ام معتصم اللي اهدت برنامج سيدتي السبت اللي مليء بحلويات العيد، يعطيهم العافية. طيب بداية دكتور، خلينا نبدا. العيد معروف انه سعادة، بس يعني انت معايا ولا لا؟ في ناس هذه الايام ما تعطي العيد حقها بالفرحة. طيب، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وكل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. رب المشاهدين والمشاهدات أتمنى لهم إن شاء الله الخير والسعادة إن شاء الله في هذا العيد المبارك. طبعا مشكلة العيد يعني للأسف يعني هو معروف عنه مفهوما العيد يعني أنه عبارة عن فرحة وسعادة، وإدخال الفرحة على جو على الأسرة وعلى البيت وعلى الأطفال وعلى الزوجة وعلى الأب والأم وعلى يعني المحيط الاجتماعي المحيط حولك، بحيث يكون في تعابير الفرح موجودة، تعابير السعادة موجودة. لكن للأسف ما عندنا احنا ذاك يعني، مو كلنا نتكلم، نتكلم عن بعض القليل يعني، انه ما عندهم يعني مهاره او التعبير عن فرح في هالعيد يعني. بعض المرات في اشخاص ممكن العيد يمر عليهم مرور الكرام يعني كانه حاجه روتينيه وحاجه عاديه. والله بصراحه في ناس تنام وتخلي العيد والله موجودين الفئه هذه موجوده للاسف يعني. حتى الحين الجيل الجديد هذا اللي هو جيل الاطفال يعني، المفروض ان تحسوا بفرحه العيد، تحسوا بطعم العيد، تحسوا بمعنى العيد، بقيمه العيد يعني. يعني بعض الاسر تربط العيد في اشياء حلوه، مثلا بالهدايا، بالالعاب، بالحلويات، بالجو الاسري الحلو، بالديكوريشن. زي ما شوف ديكوريشن الاستوديو ما شاء الله تبارك الله، في تعابير حلوه. إيه هذا تعبير العيد زي كذا، يعطيك فرحه، يعطيك سعاده، يعطيك شعور يعني هو احساس. افهم منك يا دكتور انه الاسر لازم هذه الايام تعمل تعزيز لفرحه العيد، يعني العيد موجود ولازم يحسس سواء صغار او كبار. دكتور حتى الغرب اللي هم الغرب يعني لازم يشاركهم حتى فرحه العيد. وهذا المفروض وهذا الصحيح، المفروض انه يحصل عندنا هنا. لكن لما للاسف لما يمر علينا العيد يعني كانه حاجه عاديه ولا كانه يعني مفهوم عادي. كان زمان يعني نشوف فرق ما بين العيد زمان والعيد الحالي. عيد زمان كان له طعم، كان له يعني كان له لذه خاصه، كان الناس تستنى يوم العيد هذا عشان تفرح فيه وتستانس وتعبر عن مشاعرها، والكل يشارك فيه. بس صدق دكتور يعني
اكثرهم يقولون احنا نفرح بعيد الفطر، العيد عيد الاضحى عيد الحجاج، حتى تقول هذا عيد الحجاج، فايش رايك انت؟ مفهوم خاطئ. هم عندنا في الـ في الـ في الدين الاسلامي عندنا عيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى، وهذا المتعارف عليه ومن حقنا كمسلم نفرح فيه، سواء كان في عيد فطر او عيد حج. ما نربط ان هذا خاص عيد الحجاج وانتهى الموضوع، لا، حتى عيدنا احنا هو فرحه، عرفت؟ يعني في مناسبه حلوه. لكن زي ما قلت ثقافه المجتمع عندنا للاسف في التعامل مع الاعياد في بعض، ما هو بالجميع والله، اتكلم عن بعض الاشخاص انها تعتبر ثقافه جدا خاطئه. يعني بعضهم يشوف، انا قلت من الملاحظات نشوفها بعض الاطفال الصغار، يعني وش مفهوم العيد عنده؟ تلقى ما في مفاهيم العيد اساسا عنده، عرفت كيف؟ العيد يعني زي ما يقول عندنا هنا في السعوديه عيد اللحمه، يعني عرفت كيف؟ ياكل لحم ويمشي بس، عرفت؟ هل في معاني ثانيه؟ حتى عيد الفطر والله بعض المرات عيد الفطر تحس بعض البيوت ما في بهجه ولا في فرحه ولا في سرور، يعني عادي. دكتور اللي يسمعنا الحين، الأسر اللي تسمعنا، كيف نعزز؟ يعني أنا بطلع من الحين من الاستوديو أروح إيش نعمل، نحتفل بالعيد، كيف إيش الوسائل، كيف نعززها؟ مفروض الاستعداد ما قبل العيد، ما هو أثناء العيد، عرفتي؟ مفروض قبل العيد بيوم بيومين ثلاث أيام أزين البيت، أعمل أشياء حلوة في داخل المنزل، أعيش أطفال، يعني أوكي روح نشتري نقضى، نجيب أغراض العيد، عرفتي؟ ملابس، حلويات، ألعاب، أي شيء، يعني عرفتي كيف؟ يعني تحسس، يعني مفروض هالشيء هذا يعزز عند الأطفال من الصغر، يعني اوكي. ما ينفع الانسان لما يكبر ابدا يعزز فيه الحاجه هذه، المفروض مسؤوليه الاسره هنا هي تتحمل الحاجه هذه، بحيث ان المفروض الوالدين يعني في البيت يعني يحسوا اطفالهم بالفرحه. والله تدرين انت الحين في ناس اطفال الى يومك، والله انت تسال عن العيد او فرحه العيد، والله عادي بالنسبه له، يعني ما عنده اي فكر، يعني ما يشوف طفل زمان وطفل الحين، ما عادي بالنسبه له، كنا زمان ننبسط احنا نستانس من الشيء، الحين روتين، صار حاجه روتينيه، يعني عرفتي كيف؟ حتى ما يحس بطعمه، ما يحس بسعادته ولا يحس بلذته. وإذا كبر بكره عالم المشكله، يعني هذه شغله حتصبح بكره متوارثه بين الاجيال، يعني عرفتي؟ فالاسره تتحمل دور التعزيز ما قبل العيد، بحيث انها توفر المناخ الاسري السعيد، ما يعني في داخل المنزل، من شراء الاحتياجات الخاصه في داخل البيت، من زي ما يقول ديكوريشن داخل المنزل، كله يدعمون الاسره، نعم، يعني تبادل الزيارات، الحرص مثلا على واجب الزيارات صله الرحم خلال الاعياد، يكون في مشاركه، يكون في تفاعل، الاسره هي تتحمل الدور الاكبر في هالمساله هذه. فملاحظات الشخصية اللي شفناها صراحة، أنا شفنا الناس اللي يعني اللي يبتهجوا في العيد ويشعروا بالسعادة في أيام العيد، تلقينهم يعني أسر هم في ذاتهم اجتماعيين. طب دكتور وليد، أنت ذكرت الأسرة، نقدر مثلا فرحة العيد عشان نشارك الأطفالنا الصغار ونعودهم من الحين، ممكن نوزع المهام، يعني الأم لها مهام، الأب، الأطفال الصغار، هذا مهور، هذا الصحيح، يعني عرفتي كيف؟ يعني مثلا زي ما قلت مثلا الزوجة مسؤوليتها ترتيب المنزل، يعني عرفتي كيف؟ يعني اظهار الفرح في داخل المنزل بال زي ما نشوف احنا في البالونات مثلا، بترتيبات خاصه في داخل البيت، الملابس، اشياء زي كذا، اطفال مشاركتهم جدا مهمه، مشاركه، ايوه، هو العيد عباره عن تفاعل ومشاركه جماعيه في داخل المنزل. كمان الاطفال المفروض عليهم مثلا يروحوا مع والدهم يشيبوا مثلا، يشتروا العاب العيد، عرفتي كيف؟ يروحوا يشتروا حلويات العيد، تجهيز المنزل، شوف نواقص البيت، هذه شغلات تعزز فكرة العيد في داخل الأطفال وشعارهم بالسعادة. كمان الأسرة يعني مو شرط بس الأشياء اللي يعني نشوفها مثلا، الأشياء توضع في داخل المنزل، لا، حتى طريقة أسلوب الكلام، يعني أسلوب الحكي في داخل المنزل، يعني التعبيرات، يعني والله الآباء وبعض الأمهات، يا زين العيد، والله العيد حاجة فرحة وناس وسعادة، نروح نزور فلان، نطلع فلان، وديكم ملاهي، وديكم ألعاب، يعني حتى التعبيرات هذه ترى مهمة، الطفل لما يسمعها تبطل عنده، يعني حتى أبسط شيء، لما يجي الطفل يبوس يد جدته ولا يبوس راسه، يعني هذه كلها تحس حتى مظاهر الرحمة نزرعها فيهم، وهذه ميزة العيد، عرفتي كيف؟ أن فيها تفاعل اجتماعي كبير، يعني ما هو مقصور بس في تفاعل، في انطلاقة اجتماعية، يعني ممكن تصل رحمك، تصل جدتك، جدك، أعمامك، أخوالك، تنطلق في المجتمع اللي حولك، عرفتي طيب كيف؟ في تحسي في شعور متبادل، هذا المفروض. طيب الحين الشعور صار داخل الأسرة والفرحة، كيف ممكن إحنا نساعد حتى الغرب إنه يحسسهم بفرحة العيد اللي موجودة عندنا؟ وهذه طريقة بسيطة وسهلة جدا. يعني زي ما نشوف بعض الاسر صراحه اثناء العيد تلقى معهم بالسياره مثلا، معهم حلويات العيد هذه موجوده، يروح مثلا عند الاشارات، يشوف معامل البلديه، يعطون مثلا حلاوه، او يعطون مثلا الحين بعض الناس توصلوا اشياء ممتازه، كارت اتصال حاليا الحين ب 10 ريال ب 20 ريال يفيد، أيوة، ممكن فئه يعني، أيوة، بسيطه في المجتمع، ايوه، انا هذا هو تعزز حاجه حلوه. حتى والله بعض الاسر ما شاء الله عندهم اطفالهم، تلقى مثلا يطلقوا عند الاشارات، اعطيه مثلا حلويات، اعطيه مثلا، او في اكياس الحين يحطونها كارت ب 10 ريال مع شويه حلويات عند عامل البلديه ولا عامل مثلا اي محل مثلا معين،
يقوم يعطيه اياه. وحتى الحين زي عيد الاضحى الحين حتى المفروض مو نعزز الجانب هذا، حتى نعزز الجانب الانساني اللي هو التعامل مع الفقراء والمساكين. صحيح. يعني ممكن بعض الاسر اشوفهم صراحه يعني ممكن توجه مع ابناء الحياه الفقيره هذه مع الضحيه كمان يا ما يوزعونها. أيوة. ويقسمونها الضحيه يقسمونها ويعطي علم الطفل. والله تصدق في اطفال الحين احنا نتذكر زمان كيف كنا يمكن احنا ناخذ اللحم احنا صغار نوزعها على الجيران. الحين الطفل والله ما يطلع يطلع لك في الشارع عرفتي حبيبي وقت الحالي. الناحيه الدينيه كمان بتعزز مع شعوري يعني مفاهيم يا بنتي. وصلنا مرحله الحين ما في ذبح في البيت الحين يعني الطفل ما قاعد يعرف الخروف هذا كيف ينذبح وايش طريقته في الحياه كيف يذبحونه كيف والله ما يعرف وش السالفه عرفتي. ينصدم بكره اذا كبر شاف قدامه والدم جال انهيار عصبي وغمى عليه وشاف يشوف الدم قدامه والله من جد. طيب دكتور يعني ان شاء الله ايامنا كلها فرحه وسعاده، كيف ممكن احنا نستمر بالفرحه؟ ما بقول فرحه العيد لا، نعزز الجانب السعاده فينا وفوسنا ونغير مفهوم. اذا انا فرحت مره اتشائم بعد كذا لا. هذا شوفي هذا المفروض يكون مفهوم عام ومتواصل طول ايام السنه، مو المفروض مخصص بس للاعياد. لا هذا اكبر غلط. احنا نخصص الفرحه والسعاده بس في عيد الفطر وعيد الاضحى، هذا مفهوم غلط. هذه يعني احنا نفرح ايام العيد ونأجل مشاكلنا وهوشاتنا وخلافاتنا الى بعد العيد. لا المفروض هذا شيء متواصل مستمر، الفرحه الشعور مستمر المفروض ما ينقطع. تعزيز الاسره تحمل دور كبير في الحاجه هذه، خاصه اذا كان الاب ثم متفائل وايجابي ومرح وسعيد والام نفس الحكايه، هيعكس على نفسيات الابناء في داخل المنزل وبالتالي حتعكس عليهم على مدى الايام. بس اني اقتصر الفرحه في مساله العيد لا، هذا مفهوم خاطئ جدا وانا ضده نهائيا اساسا. وش هل العيد اوكي العيد فرحه وناس وسعي الصدر بس ما هو مخصص اليوم، ما اربط الفرحه بايام العيد. المفروض كل حاجه متواصله لا تنشا بكره مشاكل نفسيه زي الاكتئاب النفسي والمشاكل النفسيه اللي ممكن لا يحمد عقباها مستقبلا. نعم دكتور وليد الزهراني شكرا لك. الله يعطيك العافيه حياك الله. اعزائي المشاهدين ان شاء الله ايامنا كلها فرح وعيد. فاصل قصير فابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل أبرز الأكلات الحجازية ومدى ارتباطها بالحجاج.